だ。تانية وتديله شكل ورونق جديد جدا في العيد. كمان هيكون معانا شيف جندي عشان يحكي لنا او يقول لنا مجموعة من الوصفات اللي ممكن ست البيوت تقدمها لضيوفها وتحط ايديهم
معانا في اول ايام عيد الفطر المبارك، وكمان هتكون معانا الستايلست الاولى ماجده الباجر، وهي بتحكي لنا عن تصميماتها وعن موديلاتها وبتحكي لنا الشرق الاوسط 89.